من الخرطوم ينضم إلينا محمد علي الفزاري المحلل السياسي. سيد محمد، أهلا ومرحبا بك. يعني جولة جديدة من المفاوضات حول ملف سد النهضة تنتهي أيضا دون اتفاق، كيف تجد موقف السودان أولا ومصر؟ بالتأكيد طبعا في هذه المفاوضات كل دولة تبحث حول مصالحها، ولا غرض أن يلتقى كل من الموقف السوداني والمصري حول الأزمة التي ظلت تراوح مكانها، وهي قضية ملء البحيرة السد فالمد الزمني المتفق عليه، وكذلك الاتفاق الملزم والمنصف الذي كان هو إحدى العقبات التي أوقفت التفاوض ما بين دولتي المنبع والمصب. فبالتالي هذه المفاوضات رغم تعثرها، ولكن يظل الخيار الوحيد هو لابد أن يجلس الطرفان أو الأطراف الثلاثة مرة أخرى بغية الوصول إلى اتفاق ملزم وعادل، ولا خيار غير ذلك. رغم أن السودان يعني كان موقفه واضح وطالب بإعطاء تفويض أكبر لخبراء الاتحاد الأفريقي، باعتبار أن اللجنة السداسية المكونة من الدول الثلاث قد يعني قطعت صوتا في الكثير من القضايا، وبحسب تصريحات وزير الري بروفيسور ياسر عباس قال ان القضايا المتبقيه هي ليست قضايا يعني شائكه، ولكنها تحتاج الى اراده سياسيه قويه. وهذا يقودنا الى ان القضيه يمكن برمتها ان ترفع الى المستوى الثاني من التفاوض الى رؤساء الدول الثلاث، وهو ما يسمى بالدبلوماسيه الرئاسيه، وهي القضايا التي يتم يعني الفشل فيها على مستوى الوزراء ترفع الى المستوى الاعلى وهو مستوى رؤساء الدول، وبالتالي يمكن احداث اختراق حقيقي طالما القضايا هي تحتاج الى اراده سياسيه قويه. هل هناك يعني لا زال مكان للدبلوماسيه والسياسه سيد محمد؟ يعني ألا ترى أن هناك تعنت إثيوبي يمنع هذه الدبلوماسية؟ من الواضح أنه في التقاء بين وجهتي النظر السودانية والمصرية في هذا الأمر، لأن الجانب الإثيوبي مارس المراوغة الكثيرة، وبالتالي هو من عطل التفاوض في أكثر من مرة. حتى في جولة شهر أغسطس الماضي كان الجانب الإثيوبي هو الذي أدى إلى تعطيل هذا التفاوض، وبالتالي كل من الجانب السوداني والمصري لديهم يعني مواقف مشتركة تتعلق بمصالحهما. السودان يرى بأن لابد من ربط هذه المفاوضات بمصير خزان الروسيرس الذي يبعد 14 كيلومتر من الحدود ومن سد النهضة. أيضا مصر لديها بعض التحفظات المنطقية، فبالتالي التقاء وجهتي النظر السودانية والمصرية يؤكد أن الجانب الإثيوبي هو الذي يعني انفرد بالامر. حتى عند ملء بحيره السد في شهر يوليو الماضي كان واضح ان هنالك يعني اتهامات للجانب الاثيوبي انه خرق الاتفاق و يعني رفض الانصياع لكل الاتفاقيات والمعاهدات السابقه. فبالتالي في تقديري انه هذا الموقف لابد من يعني تحرك اخر غير طريقه التفاوض التي تجرى حاليا وفي السابق، كما ذكر وزير الرئيس السوداني بان الطريقه التي تجرى فيها هناك العديد من الطرق الأخرى اللي يمكن تحرك فيها المسارين السوداني والمصري. يعني هنالك مرحلة أخرى هي مجلس الأمن الدولي، هنالك نعم مخاوف من يعني استخدام فيتو روس وصيني لتعطيل أي قرار، ولكن بكل حال هو واحدة من المنصات الدولية التي يمكن اللجوء إليها في حال تعثر التفاوض وفشل الاتحاد الأفريقي للوصول إلى اتفاق أو الضغط على الجانب الإثيوبي للوصول لاتفاق ملزم. أيضا هنالك المحكمة العدل الدولية، أيضا هي واحدة من الجهات الدولية المناط بها التحكيم في القضايا الدولية التي تشهد مثل هذه الخلافات، وبالتالي هذا لن يحدث إلا بعد أن يتم يعني رفعها من مجلس الأمن الدولي الذي يطلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية للبت في الموضوع الذي يتعلق بتعنت الجانب الأثيوبي. ولكن هذه الخطوات جميعها هي متاحة، ولكن يعني لا زال هنالك يعني متسع الوقت للدبلوماسية الرئاسية لكي تتخذ الخطوة التالية، أي أن اجتماع لرؤساء الدول الثلاث ربما يعني ييسر الهوى ويحدث اختراقا. نعم. قبل اللجوء إلى المنصات الدولية، وهي بالتأكيد هي قرارها يظل هو قرار الأخير والنهائي. نعم، سيد محمد علي الفزاري المحلل السياسي كنت معنا من الخرطوم، شكرا جزيلا لك.